أنا أدعو الله رد للدين بشكل غير عادي. شوفوا يا أخوان، أنا أكلمكم اليوم بصريح العبارة، كما صدمنا في المغرب، أنا أدعو الله وأدعو الله من كل قلبي ألا نصدم في الجزائر. ما لها نخرتي اليوم بتحكني، الآن في اليوم بيحكني منول، أنا أعتذر. دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا أصدم في الجزائر كما صدمت في المغرب. اليوم أنا أرى معالم ومؤشرات لتشويه صورة الجزائر. هناك حملة ممنهجة من حسابات إسرائيلية يهودية لتشويه صورة الجزائر. هناك تشويه لصورة الجزائر بإشاعات، وأنا أعتبرها إشاعات، وهذا كله كذب. لا تصدق ما يقال عن الجزائر اليوم. منذ يومين وهم يتكلمون أنه الجزائر ستشتري لقاح كورونا من إسرائيل. أولا إسرائيل ما أنتجتش لقاح أصلا، ما أنتجتش لقاح، هي اللقاح الألماني واللقاح البريطاني وفي لقاح آخر أمريكي، هذا الذي متداول الآن. من متى الناس بيشتروا لقاحات من إسرائيل؟ شوفوا يعني أول كذبة ظهرت. ثانيا يقولون أن هناك طائرة إسرائيلية هبطت في الجزائر، وهذا كله كذب وتدليس وانحطاط إعلامي. والغريب يا أخوان أنه هذا جاي من حسابات صهيونية. لا مش هذا الغريبة، ما نستغرب، صهيوني يعني يشوه بالجزائر. الجزائر عندهم عند الإسرائيليين وعندنا نحن هي دولة ممانعة، ما زالت قوية جدا في وجه التطبيع. أنا هنا لا أنزه النظام الحاكم، لا، لكنني أقول أن النظام الحاكم يعمل 1000 حساب للشعب الجزائري. وأنا أقول لكم يمكن إذا طبع الناس كلهم آخر دولة ممكن طبع هي الجزائر، آخر دولة، لأنه عندهم حراك الآن وشعب فيه حيوية وحركة وفيه غيرة. حتى لو فكر تبون أو فكر هؤلاء الجنرالات اللي في العسكر عندهم أن يطبعوا، لم يجرؤوا، لأنه لديهم شعب لا يمكن تجاوزه. ما هو شعب مستحمر، ما هو شعب الشعب الإماراتي، عفوا، مع احترامنا للشعب الإماراتي مثلا أو الشعب السعودي، لكن حقيقة حكامهم يستحمروهم، يعني ما يلقوا لهم بال مثلا، ما أي قرار يجي في بال النتن محمد زايد والنتن محمد سلمان يعملوه دون أي حساب للشعب مثلا، مفكروا ربما يثور الشعب، ربما يغضب الشعب، لا، لكن الشعب الجزائري لا يمكن أن يتجاوزوه، ما يمكن على الإطلاق أن يتجاوزه أي حاكم للجزائر. فأنا أدعو الله دائما أن أقول أنه ألا نفجع في الجزائر أبدا. وفي نهاية المطاف حتى لو طبع العالم كله، ومعنا القرآن الكريم لن يطبع كما قلت لكم في سورة الإسراء، لكننا عشمنا هكذا في الجزائر، عشمنا هكذا في الجزائر. وآخر من يمكن أن يطبع هي الجزائر. أنا ساءتني جدا حملة التشويه، والذي ساءني كثيرا ليس الحسابات الإسرائيلية، لا، إسرائيلي ومقهور من الجزائر، خلاص هذا إسرائيلي طز فيه. الذي قاهرني يا مغاربة وأنتم يا جزائريين أن هناك حسابات تقول أنها مغربية، وأنا أشك أن هناك مغربي حر أصيل ممكن أن يقدح في الجزائر. خطابات تخريبية ضد المغرب. المسألة الثالثة وهي أن قضية القبائل يشعر بها الحاكمون في الجزائر أنها مشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن من يقرأ بيان الخارجية سيلاحظ هذه المسألة، لأن القبائل أرسلت إشارات في الانتخابات، في الاستفتاء الرئاسي أولا حول رئيس الجمهورية لم تشارك، ثم في الاستفتاء حول الدستور، ثم في انتخابات تشريعية بأنها خارج إطار كل ما يجري داخل الجزائر. إذن هذه 3 ملاحظات كبرى لكل من يقرأ. ولكن هذا السلوك من الناحية السيكولوجية أنه لاحظنا نوع من الهيئة. أقول لكم، أسألكم بالله يا أهلنا في المغرب، إذا كان حكامكم على خلاف مع حكام المغرب فأنتم لا تنجروا بأن تسيئوا إلى الشعب الجزائري. الإرهابية فقال بأن بنفس المنطق
يحق للشعب القبائلي وشعب القبائل وجمهورية القبائل أن تقرر مصيرها، لأن تواجد الشعب القبائلي في الحقيقة هو تواجد مادي وسياسي يسبق التواجد المادي والسياسي لدولة الجزائر بقرون مضت، وبأن النضال ضد الاستعمار الفرنسي كان نضالا من طرف الشعب الجزائري ولم يكن نضالا من طرف دولة الجزائر التي لم توجد إلا على المقاس سنة 1962 من طرف المجتمع. أنا رأيت في حملة التشويع على الجزائر هذه أن هناك حسابات تقول أنها مغربية، وأنا أشك كلها كانت تعيد ما ينشره الإسرائيليين، بل أن الإسرائيليين أعادوا نشر تغريدات لأسماء مغربية والعلم المغربي محطوط على بجانب الحساب في تويتر. أمور طيبة، كل شيء على ما يرام. ألا يا مرحبا بكم، يا 700 مرحبا بالجميع. كما وعدناكم البارحة أن النقاش اليوم سيكون حول منطقة القبائل. أنا وجهة نظري أنها هو المغرب. المغرب له خاصية في العلاقات مع إسرائيل أزيد من مليونين من اليهود المغاربة الذين أعرفهم شخصيا. هم مغاربة. تعرف مليونين؟ أزيد من مليونين. تعرف أن مليونين شخص ما شاء الله عليك، يعني ذاكرتك ضخمة. أزيد من مليونين من المغاربة اليهود الذين نفتخر بهم، كفاءات تدافع عن المغرب، تدافع عن المغرب بقوة في المحافل الدولية. ماذا استفدنا؟ هذا سؤال تطرحه. ماذا استفدنا؟ يدافعوا عن المغرب ولا عن إسرائيل؟ هم يدافعون عن المغرب. هناك من يدافع عن المغرب بمعنى يدافع، لم ينسى. يجب أن تعرف مسألة، هناك الأب الجد الذي كان في المغرب ودبع ذهب معه، الأب صغير، والآن هناك الحكيم. هل يهود المغرب هم المهندسين الأساسيين لهذا التطبيع؟ لا، دعني قضية. لا دقيقة دكتور، أنا مثلا، أنت الآن تقيم وزن لاثنين مليون يهودي وتنسون 37 مليون مسلم ترموا بهم عرض الحائط. هل تم التطبيع علشان سواد دعني أوضح لك المرجعية التي أتحدث منها. نعم. أولاً أنا أتحدث من العلاقات الدولية، هذه إسرائيل دولة وهذا المغرب دولة. أنا أتحدث هنا من نظريات الواقعية الجديدة في العلاقات الدولية. هذه المسألة الأولى، ومن لا يعرفها يجب أن يعود إلى قراءتها. المسألة الثانية، الدولة الأمة المغربية مكوناتها متعددة وروافدها متعددة، لهذا فإن اليهود المغاربة هم جزء من هذه الأمة إلى جانب المسلمين، جزء من هذه الأمة المغربية. لا، هذه مسألة من أقلية لا ينبغي أن يكون لهم القرار. ليس لهم. من قال لك بأن هناك قرار؟ خلي الكتابات التي يقول الجزائريون. القرار في المغرب معروف مصدر. وأنتم تقولون